السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة بغرزة قشور السمك. معايا الخيط اللي انا هشتغل بيه، انا هشتغلها بخيوط مكرمية قطن بيور. ده شكل الخيط من قريب، دي الشلة النص كيلو، ومعايا القاعدة جاهزة على الشغل. القاعدة ليها فيديو بالتفصيل على القناة، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوه في اول تعليق على الفيديو. دي قاعدة لشنطة كروس، لكن انا عايزاها طويلة شوية مش عريضة. طبعا اشتغلي مقاس القاعدة المقاس اللي انت محتاجاه. احنا هنشوف طريقة الغرزة وانت طبقي بالمقاسات المناسبة ليكي. القاعدة بدأتها ب 35 سلسلة، لان مقاس الخيط اللي انا شغالة بيه مش سميك، خيط رفيع شوية. انا استخدمت ابرة مقاس 4، وبدأت ب 35 سلسلة واشتغلت عليهم بغرز الحشو دوران، اشتغلت حلزوني ما قفلتش السطر، واشتغلت سطر 2 3 4 سطور بس على ال 35 غرزة، وكمان دعمت القاعدة بالبوري. بصوا ده بوري سميك شوية 4 ملي، انا لزقته بالسيليكون شكل القاعدة، وطبعا معلمة غرزة البداية علشان اعرف انا بنهي السطر فين. احنا هنشتغل سطر واحد بس كمان بغرزة الحشو، وبعدين هنبدأ شغل بالغرزة بتاعتنا. هنشوف مقاس القاعدة وصل معانا لكام سنتي، 25 سنتي بالظبط. والعرض بتاعها، العرض بتاعها مش كبير، وصل معايا ل 5 سنتي الا، مش مكمل 5 سنتي. اول حاجة هشتغل على القاعدة سطر كمان بغرزة الحشو، لكن هشتغله في الحلقة الخلفية عشان افصل القاعدة عن جسم الشنطة. هنشيل العلامة وهنشتغل اول غرزة في الحلقة الخلفية. ممكن ترجعي العلامة تاني، وممكن انت تعرفي الغرزة خلاص، هي اول غرزة في الحلقة الخلفية بقت واضحة. لو انت هتتلخبطي رجعي العلامة طبعا، لكن حتى في السطور اللي بعد كده مش هنحتاجها. تمام، الغرزة التانية، كل غرزة هتقابلني هشتغل عليها غرزة حشو في الحلقة الخلفية من غير اي تزايد. يعني خلاص مش هشتغل تزايد في الجوانب بتاعة الدوران ده بتاع القاعدة، انا هشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها من غير اي تزايد. هكمل السطر وهرجع لكم. وصلت لنهاية سطر الحشو في الحلقة الخلفية. بصوا الحرف بتاع الشنطة بدأ يرفع معايا، شايفين بالشكل ده؟ تمام، دي اخر غرزة، والغرزة اللي فيها العلامة هي اول غرزة في السطر. انا مش هحتاج العلامة تاني، لان السطور بتاعت الغرزة بتاعتي بحتاج ان انا اقفلها كل سطر، مش بشتغل حلزوني. فهاجي في الغرزة اللي كان فيها العلامة اللي هي اول غرزة، وهقفل السطر بتاعي قفلة عادية خالص بمنزلقة تحت الحلقتين طبعا، وهقفل السطر بتاعي بمنزلقة. هنبدأ سطر الأساس بتاع الغرزة بتاعتي، وهرتفع 3 سلاسل جنب الارتفاع، وفي نفس المكان اللي أنا قفلت فيه السطر هشتغل عمود بلفة في نفس المكان كده، ارتفاع وعمود بلفة في مكان واحد. بعد كده هشتغل سلسلة، هلف الخيط وهفوت غرزة التانية، وهاجي في التالتة غرزة فاضية التانية، وهشتغل في التالتة. لفيت الخيط على الإبرة، غرزة التانية، وهاجي في التالتة وهشتغل عمودين في نفس المكان، العمود الأول، وفي نفس الغرزة هرجع وهشتغل عمود تاني. بصوا عمودين في نفس المكان، هشتغل بعديهم سلسلة واحدة، هلف الخيط هفوت غرزة التانية، وهاجي في التالتة وهشتغل عمودين كمان، العمود التاني كده، عمودين في نفس المكان بعدهم هشتغل سلسلة.
كمان مرة هفوت غرزة فاضية التانية وهشتغل في التالتة، غرزة فاضية التانية وهشتغل في التالتة، عمودين في نفس المكان وبعدهم سلسلة وهكذا. ده السطر بتاعي الأساس بتاع الغرزة اللي أنا هشتغلها. هكمل بنفس الطريقة، اتنين عمود بلفة في غرزة واحدة وبعدهم سلسلة، هكمل السطر وهنرجع نبدأ نشتغل بالغرزة بتاعتنا. وصلت لنهاية السطر الأساس اللي أنا هشتغل عليه الغرزة، اتنين عمود وسلسلة وهنعدي غرزتين، وبعدين اتنين عمود في نفس الغرزة ونعدي غرزتين وهكذا. بصوا الشكل بقى كده تمام اهو. خلاص هنقفل السطر، هاجي هنا في السلسلة التالتة من الارتفاع، السلسلة التالتة هقفل السطر بتاعي بمنزلق، هندخل تحت حلقتين كده هسحب الخيط وهقفل السطر منزلق كده، السطر اتقفل معايا. هنبدأ سطر الغرزة بتاعتنا اللي هي غرزة قشور السمك. هاخد سلسلة ارتفاع وهاجي جوه أول فراغ اللي هو بين العمود والارتفاع، شايفين المكان ده، هدخل فيه كده وهشتغل حشو. بعد كده هلف الخيط وهروح للاتنين عمود اللي بعد كده، هدخل بينهم، بصوا عمود والتاني، هدخل كده في النص كأني بشتغل عمود أمامي وهرفع العمود على الإبرة من ورا، هاجي من الفراغ اللي جنبه كده بصوا وهرفعه على الإبرة كده وهشتغل خمس أعمدة بنفس الطريقة. العمود الأول هلف وهرجع لنفس المكان، العمود الثاني حاول أرصهم كده جنب بعض، هلف وهرجع لنفس المكان، العمود الثالث، العمود الرابع، والعمود رقم خمسة. كده خمس أعمدة في نفس المكان. بعد الخمس أعمدة هاخد سلسلة هروح للعمود التاني، بصوا بالشكل ده، خلاص هي بقى شكلها كده الخمس أعمدة، هروح للعمود التاني وهخلي ناحيتي تمام، هلف الخيط امسكه بالشكل ده واجي من وراه وارفع الابرة واشتغل نفس الخمس اعمدة، واحد، انا تانية ازاي، اتنين، خليني ماسكة كده عشان يكون واضح بالنسبة لكم، شايفين، اتنين، تلاتة، لو الأعمدة جاية على بعض كده ننزلها شوية عشان نوسع لنفسنا، تلاتة، أربعة، خمسة. بصوا الغرزة بقى شكلها عامل كده، شايفين. بعد ما اشتغلتها بالشكل ده هروح للاتنين عمود اللي عليهم الدور وهاجي في نصهم وهشتغل غرزة حشو. هلف الخيط واروح على الاتنين عمود اللي بعد كده، هشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الخمس اعمدة وخمس اعمدة وبينهم سلسلة، هرفع العمود الاول كده وهاجي في النص وهشتغل الخمس اعمدة بتوعي، واحد، اتنين، ارفعه من ورا ازاي، تلاتة، اربعة، نحاول نظبطهم جنب بعض مش فوق بعض، اربعة، خمسة كده، اسحبه كده
العمود الخامس، وبعدين هشتغل بعد الخمس أعمدة سلسلة. بصوا الغرزة اهي، هروح على العمود التاني هلف الخيط، هيكون واجهته كده ناحيتي، هاجي على هرفعه على الإبرة كده وادخل في النص واشتغل خمس أعمدة كمان، واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة. نبص على الغرزة كده، لو فتحناها هنلاقيها أخدة نفس الشكل اللي جنبها. تمام، هنيجي على الاتنين عمود اللي عليهم الدور، هدخل وهشتغل بينهم غرزة حشو، يعني بشتغل في عمودين حشو وعمودين الغرزة بتاعتي اللي بتتكون من 10 أعمدة. نكرر كمان مرة، بعد غرزة الحشو هلف كده، هاجي شايفين انا برفعه ازاي الشكل ده، بدخل في النص وبشتغل خمس أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمسة جنب بعض، وبعد الخمسة الأولانيين بشتغل سلسلة واحدة بعدلهم كده اهم، باجي على العمود التاني بلف الخيط وباجي وبعدله كده شايفين، بدخل من جنبه نفس المكان اللي انا طلعت منه قبل كده وبشتغل خمسة تانيين، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. باجي على الاتنين عمود اللي بعد كده بدخل جواهم وبشتغل حشو، خلاص السطر هيمشي كله على كده، غرزة وبعدين حشو وبعدين غرزة، والمقصود بغرزة هنا اللي هم 10 أعمدة اللي بينهم سلسلة. المقصود ده شكلها، انا هكمل السطر الاول بنفس الطريقة، هنرجع نقفله ونبدأ السطر التاني سوا. وصلت لنهاية السطر التاني من الغرزة بتاعتنا. السطر الاول كنا اشتغلناه 2 عمود في نفس الغرزة سلسلة 2 عمود، السطر التاني ملينا بين الاعمدة او الفراغات ب10 أعمدة وبينهم سلسلة، ادينا الشكل ده. بصوا الجوانب اصلا لمت ازاي. خلاص هنكرر، هي الغرزة بتاعتنا بتتكون من تكرار سطرين، هنكرر بنفس الطريقة. السطر الثالث هنشتغله 2 عمود سلسلة 2 عمود، لكن الوضع هيكون مختلف شوية عن السطر اللي قبل كده، لان السطر اللي قبل كده اشتغلناه على غرز عادية، لكن المرة دي هنشتغله على الغرزة بتاعتنا. هنقفل السطر الاول، خلاص هنقفله فين بقى؟ في اول غرزة حشو في السطر، اول غرزة حشو اشتغلناها هنقفل بمنزلق. تمام، هرتفع بنفس الطريقة 3 سلاسل، هلف الخيط وفي نفس المكان هشتغل عمود كمان، 2 عمود في نفس المكان اللي هو قفلنا فيه، بعد كده سلسلة. ال2 عمود التانيين هيكونوا بين ال10 أعمدة دول، 5 وخمسة، هاجي في النص هنا في المركز بتاع الغرزة بتاعتنا هلف الخيط. بصوا انا بدخل فين شايفين، بدخل هنا وبشتغل عمود وفي نفس المكان عمود، وبعد العمودين بشتغل سلسلة. بعد كده هاجي على غرزة الحشو اللي في النص، احنا كنا بناخد بين كل غرزة والتانية غرزة حشو، هنا هاجي في غرزة الحشو وهشتغل، هحاول ان انا اطلعها. بصوا
شايفين اهي غرزة الحشو دي بين العشر اعمدة دول واللي بعدهم، هاجي هنا هلف الخيط وهاجي في غرزة الحشو كده وهشتغل عمود، وفي نفس المكان عمود كمان كده، عمودين في نفس الغرزة، وبعدين سلسلة. بعد كده هاجي في المركز بتاع الغرزة اللي بعد كده هنا في النص بين العشر اعمدة، وهشتغل اتنين عمود في نفس المكان، اول واحد التاني، وبعد الاتنين دول سلسلة، هلف الخيط غرزة الحشو اللي في النص. لو قلبنا كده بصوا اهي شايفينها، اهي بنات هي غرزة حشو اللي انا كنت قفلت فيها المجموعات دي. هاجي هنا شايفين انا دخلت فين، وهشتغل اول عمود، العمود التاني، وبعدين سلسلة. تمام، بصوا هتلاقوا الغرزة جاية في النص هنا كده بالظبط اهي، وفي هنا الغرزتين التانيين جايين في نص العشرة، والغرزتين اللي بعدهم جايين بينهم في غرزة الحشو. ده السطر التالت، هكمله هنرجع نقفله مع بعض وهنشرح الغرزة بتاعتنا مرة تانية. وصلت لنهاية السطر التالت، بيتكون كله من أعمدة وسلسلة بين كل عمودين. تمام، السطر التالت ده اللي هو تكرار للسطر الأول من الغرزة بتاعتنا، هنقفله مع بعض. كنت بادئه بارتفاع، هاجي في السلسلة التالتة وهقفل السطر بمنزلق كده. السطر خلص وقفلته، بعد كده هاخد سلسلة ارتفاع. كنا بدأنا السطر اللي قبل كده من الغرزة بتاعتنا بحشو، وبعدين اشتغلنا ملينا الأعمدة دي بالعشر أعمدة اللي بينهم سلسلة. احنا هنعكس المرة دي، مرة هنبدأ بحشو ومرة هنبدأ بالغرزة بتاعتنا اللي هي غرزة قشور السمك. بعد السلسلة هلف الخيط وهاجي في العمود الأول. ليه بقى احنا هنعمل كده؟ عشان الغرز دي ما تكونش فوق بعضها، فهيكون شكلها مش ظريف. احنا عايزين الغرز تكون هنا، الغرزة الجديدة تكون هنا، يكونوا عكس بعض بالشكل ده. هنشوف ازاي. طبعا بعد السلسلة الارتفاع هلف الخيط وهرفع العمود الأول، شايفين انا بدخل فين، وهشتغل خمس اعمدة في نفس المكان، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده، ايه خمس اعمدة في نفس المكان. وبعدين سلسلة، هرجع للعمود التاني، العمودين جنب بعض، مليت واحد بخمس أعمدة، وهرجع للتاني هعدله كده، هلف الخيط وهرفعه على الإبرة. بصوا أنا دخلت منين، وهشتغل خمس أعمدة كمان في نفس المكان، واحد اتنين تلاتة أربعة. لو لقيتيهم كده ملوا المكان حركيهم بإيديكي. خامس عمود اهو، بصوا الغرزة مكانها جاي فين، بين الاتنين اللي تحت، انا عايزاها تكون بالشكل ده. بعد كده زي ما احنا متعودين بنقفل الاعمدة دي في الفراغ اللي بعد كده اللي بين العمودين هنا بحشو. هنكرر السطر التاني بنفس الطريقة، هلف الخيط العمودين اللي عليهم الدور، هرفع الاول على الابرة وعدي كده، واشتغل خمس أعمدة، العمود الأول في نفس المكان، بص بدخل فين، العمود التاني، العمود التالت، العمود الرابع، والعمود الخامس. بعد الخمس أعمدة بشتغل سلسلة، بلف الشغل كده وبروح للعمود التاني بخليه ناحيتي بالشكل ده كده. العمود التاني اهو برفعه كده، بصوا ايديا فين، بلف الخيط وانا رافعه كده وبعدي بالشكل ده، بشتغل خمس عمود كمان. انا مش شادة ايدي خالص علشان حركة الابرة تكون سهلة ان هي تدخل بين العمودين،
واسحب العمود بسهولة. بصوا، اربعة خمسة، وقبل ما اتحرك هروح على الاتنين عمود اللي بعد كده اشتغل حشو بينهم بالظبط. تمام، ده السطر الرابع، انا هكمله كله بنفس الطريقة بغرزة قشور السمك، هرجع وهقفله زي ما قفلت السطر التاني، وبعدين السطر اللي بعد كده هشتغل عمودين سلسلة عمودين، وهكرر بقى سطر اساس للغرزة اللي هو عمودين سلسلة عمودين، والسطر اللي بعده بشتغل الغرزة بتاعتي. انا هكمل وهرتفع بالشنطة لحد المقاس المناسب، وهنرجع نشوف الخطوة اللي جاية مع بعض. وصلت بارتفاع الشنطة ل17 سنتي، اشتغلت سطر 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سطور. شكل الغرزة من قريب، تمام، شكل الشنطة من جوه والقاعدة. تمام، خلاص كده انا هقف عند الطول ده، وهبدأ اعمل السطرين الاخرانيين، هما سطرين اتنين بس ما بين غرزة الحشو وغرزة قشور السمك اللي احنا شغالين بيها. معايا علامتين الغرز دول، هقسم الشنطة بالظبط نصين كده. بصوا مكان القفلة فين؟ لا ماليش دعوة بمكان القفلة خالص، انا هقسم الشنطة من النص بالظبط. بصوا على بعض كده اهي، والغرز قصاد بعض بالظبط. هاجي هنا في النص بالظبط من الجنب ده، وهحط علامة عشان اعرف الغرزة اللي في النص، عشان دي هتحدد لي مقاسات تانية. تمام، وفي الجنب التاني هحط علامة كمان. بعد ما حطينا العلامتين في النص كده، هنعلم بداية من العلامة دي. شايفين العلامة اهي، هعد غرزة او الاماكن اللي انا بشتغل فيها الاتنين عمود، ادي العلامة، هعد من بعديها تلاتة كده من هنا كده، ده المكان اللي انا بشتغل فيه اتنين عمود، واحد، وهنا غرزة الحشو اتنين وتلاتة. شايفين كده ايه، تلات غرز. هاجي في الغرزة رقم تلاتة من بعد العلامة، واحط علامة تانية قصادها في الجنب التاني، هحط علامة كمان، يعني هعد تلات غرز كمان. المفروض ان انا بشتغل اتنين عمود في الغرزة دي، واتنين عمود في غرزة الحشو، واتنين عمود هنا في نص الغرزة. تمام، هحط العلامة في المكان التالت. لو عدينا الغرز هنا هنلاقيهم سبعة، العلامة غرزة حشو نص الغرزة، وبعدين العلامة هنا، وبعدين واحد اتنين تلاتة. لو عديناهم هنلاقيهم واحد اتنين، بصوا نعدهم مع بعض كده، الاماكن اللي المفروض ان انا بشتغل فيها، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. شايفين اهو الشكل ده. الجنب التاني بنفس الطريقة، هعد تلاتة من هنا، اهو واحد اتنين تلاتة، تلاتة دي الغرزة اللي انا قفلت فيها، هنعلمها برضو عشان نكون عارفين بنشتغل فين. وهعد من بعد العلامة هنا اهي اللي في النص دي، واحد اتنين تلاتة، يبقى علمت من هنا كده سبع غرز، ومن الجنب التاني سبع غرز. خلاص هنبدأ بقى نشتغل سطر، هو اللي باقي في الشنطة سطرين هنشتغل فيهم جزء حشو وجزء بغرزة قشور السمك. هاجي هنا، ده المكان اللي انا قفلت فيه، انا قفلت السطر هنا بمنزلقة ونص الغرزة كده بالشكل ده. هرتفع، واحد اتنين تلاتة، هلف الخيط، وفي نفس المكان هشتغل عمود بلفة بنفس الطريقة اللي بنشتغل بيها الاساس بتاع الغرزة بتاعتنا. بعد كده سلسلة، وبعدين هلف الخيط وهاجي هنا بغرزة الحشو، شايفينها اللي بتكون بين الغرزتين، وهشتغل اتنين عمود بلفة في نفس المكان، عمود التاني، وبعدين سلسلة المكان التالت، اتنين عمود بلفة في نفس المكان، واحد
اتنين سلسلة. المكان الرابع اللي هو في النص بالظبط هشيله العلامة، في نفس المكان هشتغل اتنين عمود، واحد اتنين وبعدين سلسلة. المكان الخامس اتنين عمود زي ما انا متعودة اشتغل الاساس بالظبط وبعدين سلسلة. المكان السادس وبعدين سلسلة. المكان السابع اهو ده اخر حاجة عشان هبدأ اشتغل بعد كده اكمل السطر بغرزة حشو. السطر ده هشتغله حشو وهشتغله بالغرزة بتاعتنا. تمام، بصوا اشتغلت على الجنب ده الدوران ده، لو عديناهم هنلاقيهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. بعد السلسلة اشتغلت اخر حاجة، هشتغل سلسلة وهروح على الغرزة اللي عليها الدور على طول اللي هي غرزة الحشو او المكان اللي المفروض ان انا هشتغل فيه الاتنين عمود، وهشتغل هبدأ من هنا وهشتغل حشو من المكان ده. تمام، بعد كده هشتغل في الاماكن بتاعتي اللي هي الغرز اللي هي فوق الغرزة. بصوا هنا كده في حرف V اللي هي كانت سلسلة هشتغل فيها حشو، غرز حشو عادية جدا كل مكان هتلاقيه هتشتغلي فيه غرزة حشو. العمود الاول حشو، مش هشتغل هنا في نص الغرزة، هروح على العمود اللي بعده. انا بشتغل في الغرز بس، العمود اللي بعده ونضيق الغرزة بتاعتنا كده حشو. السلسلة اللي بعدها بصوا انا شغالة فين، في العمود وبعديه سلسلة هشتغل فيها حشو، هجيب غرزة الحشو على جنب كده وفي حرف الفي اللي تحتها هشتغل حشو. يعني كل مكان هيقابلني والمفروض ان هو غرزة وانا شغالة فيها هشتغل فيها حشو. تمام، السلسلة اللي بعد كده دي سلسلة اهي تحت الغرزة، بصوا اهي لو بصينا من جوه كده هنلاقيها سلسلة اهي، شايفين؟ تمام، احنا عارفين طبعا عدد الغرز اللي احنا شغالينها، يعني الغرزة بنكون شغالينها على اتنين عمود وسلسلة قبليها وسلسلة بعديها، دول اللي بنشتغل فيهم الحشو. ده عمود اشتغل فيه حشو، الجزء اللي في النص ده المفروض ان هو مش غرزة، الجزء اللي في النص ده المفروض ان هو مش غرزة، في غرزة قبليها اللي هي انا اشتغلت في السلسلة، دلوقتي هشتغل في العمود اهو، اروح على العمود اللي بعد كده على طول. تمام، يعني حاولي ما تخليش العدد بتاع الغرز يزيد منك قوي علشان الشنطة ما تفضلش واسعة من فوق. يعني بصوا انا اشتغلت الغرز بتاعت العواميد اهي، شايفين المنظر؟ بصوا اهي العواميد ونزلت على طول بحشو، هكمل حشو على الجزء ده لحد العلامة هنا وهرجع لكم. وصلت للعلامة في الجنب التاني، قبل ما اوصل لها بغرزة بصوا في غرزة فاضية ايه، هشتغل سلسلة واحدة وهبدأ اشتغل بنفس الطريقة في اماكن الغرزة بتاعتي بس اللي هي اتنين عمود في نفس المكان سلسلة زي الجنب التاني اللي هو ده. تمام، بصوا كده اول مكان بعد السلسلة اهي غرزة حشو وبعدين سلسلة، هلف الخيط في نفس المكان في الغرزة هنا في المركز هشتغل اتنين عمود في نفس المكان وبعدين سلسلة، اروح على المكان التاني اتنين عمود سلسلة، المكان التالت اتنين عمود في نفس المكان سلسلة، المكان الرابع اللي هو في النص بالظبط اتنين عمود
بعدين سلسلة، وهكمل لحد العلامة الأخيرة. بعد العلامة الأخيرة هشتغل الاثنين عمود وبعدهم سلسلة، وهروح على المكان اللي بعده على طول اللي هو غرزة الحشو اللي هنا دي، وهشتغل بقى حشو لحد هنا، دي بداية السطر، لحد ما اشتغل هنا آخر غرزة حشو، وبعد كده هشتغل سلسلة واقفل السطر. طبعا انا هكمل السطر وهنرجع علشان نقفله مع بعض. وصلت لنهاية سطر الحشو، بصوا الشكل بقى كده، دي الشنطة من الجنب، بصوا الجزء ده بقى عالي ازاي، وحشو وبعد كده أعمدة وبعد كده حشو، والجنب التاني زيه بالظبط. فالشنطة بقت عالية من الجنبين هنا، اهو شايفين الجنبين عاليين، والجزء اللي في النص ده حشو. هنقفل السطر آخر غرزة، بصوا اشتغلتها وفي غرزة فاضية اهي، او جزء فاضي، بشتغل بعد آخر غرزة حشو سلسلة علشان يكون كل الجوانب زي بعض. بعد كده هاجي هنا في اتنين عمود، هم الاتنين عمود دول، ممكن تقفلي في السلسلة التالتة، وممكن تقفلي بين غرزتين العمود بلفة هنا، تدخلي في النص كده وتقفلي السطر بمنزلقة. كده السطر اتقفل، هنبدأ السطر الجديد. وطالما اشتغلنا اتنين عمود سلسلة اتنين عمود، يبقى هنشتغل بالغرزة بتاعتنا في الجزء ده، الجزء ده بس، وبعد كده فوق غرزة الحشو هنشتغل حشو زيها. تمام، يعني السبع غرز دول بس هشتغل فيهم غرزة قشور السمك زي ما احنا متعودين بالظبط. هنا انا فوق الغرزة بالظبط، ودايما وانا فوق الغرزة بشتغل حشو، دايما الغرزة بتاعتي بتيجي هنا في نص الغرزتين اللي قبلها. تمام، فانا هرتفع سلسلة واحدة بس وحشو في نفس المكان. بعد كده هاجي هنا على الغرزة اللي بعدها وهشتغل الغرزة بتاعتي بنفس الطريقة، خمس عمود في نفس المكان، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبعد الخمسة بصوا سلسلة، هعدل الغرزة بنفس الطريقة اللي قبل كده بالظبط اهي. تمام، وهاجي في العمود التاني لكن من الناحية دي، اشتغل الخمسة عمود كده عشان اكون الغرزة بتاعتي، اتنين تلاتة، بجمع الغرز على بعض كده عشان اوسع لنفسي، اربعة خمسة. بصوا الغرزة اتكونت فين بالشكل ده. هكمل دايما بعد الغرزة بقفل في الاتنين عمود اللي بعدها بحشو كده، وبعدين هروح على الغرزة اللي بعدها وهشتغل غرزة قشور سمك، او هروح على الغرزة اللي بعدها وهشتغل الصدفة بتاعتي، وبعدين حشو، وبعدين الصدفة، واخر حاجة حشو. تمام، هكمل الجزء ده وهنرجع نشوف هنشتغل على جزء الحشو ده ازاي. اشتغلت اخر غرزة واخر عمودين موجودين، هقفل الغرزة بحشو، والعمودين اهو هقفل فيهم الغرزة بتاعتي بحشو كده. اشتغلت في الجنب ثلاث غرز ورا بعض، بصوا دي ودي ودي. هكمل بعد كده بحشو، هشتغل بقى حشو في كل الغرز اللي هتقابلني، حتى السلسلة اللي انا كنت شغلاها قبل الغرزة دي. تمام، هاجي فيها كده وهشتغل حشو اهي، وكل غرزة حشو هتقابلني هشتغل فيها حشو لحد ما اوصل للجنب التاني بنفس الطريقة، هشتغل فيه زي التلات غرز دول. هوصل هنا واول حاجة هشتغل حشو هنا، وبعد كده الغرزة التانية هشتغل فيها صدفة او غرزة قشور السمك بتاعتي، وبعد كده حشو، هكذا لازم يكون الجنبين زي بعض. يعني زي ما اشتغلت هنا تلاتة، هشتغل في الجنب التاني تلاتة، وبعد كده هخلصهم وهكمل على جزء الحشو ده حشو زيه، وهرجع لكم علشان نقفل السطر مع بعض ونشتغل السطر اللي جاي سوا. وصلت لنهاية السطر، بصوا هنا تلات غرز في الجنب ده، بصوا التلاتة دول، وفي الجنب التاني تلاتة زيهم. تمام، بصوا كمان لو طبقناهم كده على بعض الجزء ده
بدأ يكون عالي شوية، والجزء اللي في النص نزل لتحت كده شوية. بصوا شكل غرز الحشو اهي. خلاص هنقفل السطر مع بعض. اول غرزة كانت في السطر كانت غرزة حشو، هنقفل بمنزلقة كده. السطر الاول من الغرزة بتاعتنا خلص. معايا علامات الغرز مرة تانية عشان ما تتلخبطيش. المرة اللي فاتت كنا اشتغلنا 7 غرز هنا، المرة دي هنشتغل من النص بالظبط، هنشتغل 5. تمام، هنقسم اهو 3 كده على بعض. هنيجي في الغرزة اللي في النص هنا نحط علامة، وهنعد مكانين بعدها اللي هما المكانين اللي بنعدهم، المكانين اللي بنشتغل فيهم الاتنين عمود هنا وفي نص الغرزة هنا كده 3. الجنب التاني انا بحاول احدد المكان اللي انا هشتغل فيه الصدفات بس، مكان اهو اللي هو غرزة الحشو ده ومركز الغرزة اللي بعديها كده 3. لو عدينا هنلاقي ان احنا كده 5 غرز، 1 2 3 4 5 بالشكل ده اهو. الجنب التاني زيه بالظبط نفس الطريقة، الغرزة اللي في النص اهي كده، دي الغرزة اللي في النص، بعديها 1 2 اهي، وبعديها من الناحية دي 1 2 كده 5. دايما العدد بتاعنا بيكون عدد فردي اهو. بصوا هنا 5 غرز علمتهم، وفي الجنب التاني اهو 5 غرز. خلاص كده هنبدأ السطر الجديد بنفس الطريقة كده حشو، وهكمل حشو. البداية بتاعتي هتكون من مكان اول علامة، يعني اللي قبل العلامة كله هيكون غرز حشو عادية. انا قفلت السطر، هرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل حشو. دي بداية السطر. عايزة تعلميها عشان ما تتلخبطيش، ممكن تعلميها علشان بعد كده لما تيجي تقفلي السطر يكون المكان بتاع القفلة واضح معاكي، لان احنا خلاص بقينا بنشتغل غرز حشو. دي اول غرزة اللي انا هقفل فيها السطر. احنا هنشيل العلامات دي كده واحنا شغالين، فمش هيتبقى غير العلامة اللي بتبين لي بداية السطر. خلاص اشتغل بقى كل مكان هيقابلني غرزة اشتغل فيه حشو كده اهي. الغرزة اللي بعديها اللي هي سلسلة اشتغل فيها حشو، وبعد كده هيقابلني العمود الاول ده هسيبه. دايما بسيب غرزة قبل ما اشتغل العمود بلفة، هشتغل سلسلة زي ارتفاع كده اهي، وهشيل اول علامة، هلف الخيط الاول وهشتغل عمود وفي نفس المكان عمود. بعد كده غرزة الحشو اللي عليها الدور اللي هو المكان التاني، هلف الخيط وهشتغل عمودين في نفس الغرزة، 1 العمود التاني في نفس المكان، بعدين سلسلة زي ما احنا متعودين نشتغل الغرزة. الف بعد كده غرزة الحشو عمود التاني، بعدين سلسلة، بعد كده المكان في علامة نشيلها ونشتغل 2 عمود في نفس المكان، عمود 2 وبعدين سلسلة، بعد كده غرزة حشو اشتغل فيها عمودين وبعدين سلسلة واخر علامة اشتغل عمودين وسلسلة، وبعدين هعدي المكان ده وهاجي عند اول غرزة حشو هنا اهو. هسيب غرزة واحدة بس وهاجي هنا في الغرزة اللي قبليها على طول هشتغل حشو، بسيب غرزة واحدة بس وبنقل على اللي بعدها على طول. بعد كده هنا غرزة اهي، وكل غرزة حشو هتقابلني هشتغل فيها غرزة زيها. بصوا انا نازلة ازاي، لو عديناهم هنا هنلاقيهم غرزة 2 3 4 5، 5 غرز دول اللي هرجع وهشتغل عليهم تاني.
الجزء ده بيعلى بصوا كده، والجزء ده نازل زي ما هو. تمام، هكمل حشو على الجزء ده، وهاجي في العلامات دي هشتغل بنفس الطريقة. كل ما كان فيه علامة هشتغل فيه اتنين عمود وبعدهم سلسلة لحد 5 مرات في التلات علامات دول ما بينهم يعني. وبعد كده هكمل بنفس الطريقة حشو، وهنا بداية السطر انا معلماه، هخلص السطر وهنرجع نقفله مع بعض. وصلت لنهاية السطر، بصوا حرف الشنطة بقى متساوي اكتر وبقى شكله محدد. هنا 5 غرز عمود، واحد اتنين، واحد اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، والجنب التاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده، 3 سطور. والسطر الرابع هنبدأه مع بعض، هنقفل السطر ده الاول. اهو اول غرزة اللي كان فيها العلامة هقفل بمنزلق. كده السطر اتقفل. تمام، بعد كده سلسلة واحدة ارتفاع، وفي نفس المكان حشو غرز الحشو، هشتغل فوقيها حشو لحد ما اوصل للأعمدة دي اللي بعديها، كمان حشو، والغرزة التالتة حشو. بعد كده هتقابلني سلسلة هنا، هشتغل في الفراغ بتاعها حشو، وهاجي هنا في نص العمودين لان احنا فوق الغرزة بالظبط فوق البتلة، هاجي في النص هنا وهشتغل حشو. تمام، بعد كده هنا في سلسلة، لا هلف الخيط بقى، انا هبدأ اشتغل الغرز بتاعتي اللي هي البتلات، هاجي هنا وهشتغل البتلة. انا اشتغلت هنا بدأت في دي بحشو. تمام، هاجي هنا عشان هنا في نص البتلتين بصوا، وهشتغل بتلة جديدة بتتكون من 5 عمود بلف، واحد اتنين تلاتة اربعة، اظبطهم جنب بعض كده، لما الغرزة تيجي على جنب نرجعها مكانها، اربعة خمسة. تمام، بعد كده سلسلة، وهلف على العمود التاني، هعدل البتلة كده او الخمس اعمدة كده، والف اكمل الغرزة بتاعتي اهو. هنا في عمود التاني هدخل واشتغل ال5 عمود في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة اربعة، اجيبهم كده واوسع لنفسي، 5. تمام، زي ما احنا ماشيين في الغرزة بتاعتي، الفراغ اللي عليه الدور او العمودين دول هاجي في النص وهشتغل حشو. بعد كده هشتغل بتلة كمان، العمودين اهم، ادخل كده بينهم واشتغل في الاول 5، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبعدين سلسلة، الف الشغل. خلاص بقى احنا بقينا عارفين بنشتغل الغرزة بسرعة عشان الغرزة بقت سهلة، احنا شرحناها بالتفصيل في اول الفيديو، فالغرزة بقت سهلة. بندخل بين الاعمدة كده ونشتغل 10 اعمدة بينهم سلسلة في النص، واحد اتنين، دول الخمسة التانيين. بصوا مع التعود ايديكي هتبقى سريعة، تلاتة كده، اربعة وكده خمسة، 5 اعمدة، اتنين اربعة خمسة. تمام، بصوا واخر حاجة هنيجي هنا، شايفين هنقفل بحشو بين العمودين كده، الجنب ده يعتبر خلص. خلاص انا هكمله بحشو زي ما بدأته بحشو من هنا، هكمله هنا بحشو اهو في الفراغ بتاع السلسلة حشو، وكل غرزة حشو هتقابلني هشتغل فيها حشو. خلاص كده على الجزء ده كله، هوصل هنا لـ5 غرز دول اللي هم اعمدة دول، وهشتغل فيهم بنفس الطريقة كده، كون لي هنا غرزتين اتنين بس، هكون في الجنب التاني غرزتين زيهم بالظبط،
وهكمل باقي السطر حشو وهنرجع نقفله مع بعض. وصلت لنهاية السطر، هنقفله مع بعض. هاجي في اول غرزة وهقفل السطر بمنزلقة. خلاص بصوا الجزء ده بقى طالع كده، والجزء ده اهو طالع كده بعيد عن الابرة. تمام، خلاص مش هنشتغل سطور من غرزة قشور السمك تاني، احنا هنشتغل سطر واحد بس بغرزة الحشو دوران الشنطة كلها. تمام، وفي نفس المكان هرتفع سلسلة واحدة وهشتغل غرزة حشو، وهكمل بغرز الحشو على كل غرزة هتقابلني. بصوا هاجي هنا وهشتغل حشو فوق البتلة هنا، بصوا هاجي هنا وراها، بصوا كده شايفين الغرز اللي وراها دي، هدخل كده هجيبها على قدام وهدخل، ادي غرزة عمود بلفة هشتغل فيها حشو، وبعدين سلسلة هشتغل فيها حشو، في هنا غرزة عمود بلفة اهي، في النص كده اهي ده حرف V بتاع غرزة العمود بلفة هشتغل فيها حشو، وبعدين سلسلة اهي هشتغل فيها حشو، وهكذا كل مكان هيقابلني وينفع ان انا اشتغل فيه حشو هشتغل فيه حشو دوران الشنطة كلها. هنرجع علشان نشتغل كمان سطر منزلقة مع بعض. وصلت لنهاية اخر سطر حشو، هنقفله مع بعض. ده الارتفاع واول غرزة، وهقفل السطر بتاعي بمنزلقة. تمام كده، اخر حاجة هنشتغل سطر بغرزة المنزلقة سلسلة، والغرزة التانية على طول منزلقة. عايزة تعلمي اول غرزة عشان تعرفي تقفلي فيها، مفيش مشكلة، اللي بعديها منزلقة. كل غرزة حشو هتقابلني هشتغل فيها بغرزة المنزلقة بالشكل ده. تمام، اهو حلقة هدخل اللي عليها الدور وهطلع، وهطلع كمان من الحلقة اللي على الإبرة. تمام، هكمل دوران الشنطة كلها بغرزة المنزلقة، هقفلها، هي نظيفة من جوه مش محتاجة ان انا انظف الخيوط. بصوا مفيهاش اي خيوط ولا اي حاجة خالص. بصوا الشنطة من بره اهي، ودي غرز الحشو. تمام، انا هكمل السطر وكمان هركب البطانة والسير، وهنرجع نشوف الشكل النهائي للشنطة ونقول كل التفاصيل الخاصة بيها. اشتغلت سطر المنزلقة وقفلت الشنطة، ركبت البطانة. بصوا ده شكل البطانة من جوه، وركبت الكبسونة المغناطيس دي عشان اقفل بها الشنطة. تمام بالشكل ده اهي. تمام، وركبت الحلقة سهل في الفتح دي، ده اصغر مقاس منها علشان ما يكونش شكلها ضخم على الشنطة. واشتغلت السير اهو بغرزة الحشو المزدوجة وركبته بالشكل ده. تمام تمام، هنشوف كمان مقاسات الشنطة، ارتفاع الشنطة بالظبط 20 سنتي، مقاس الشنطة من الجنب ده للجنب ده الدوران بتاعها وصلت ل30 سنتي. الشنطة اخدت من خيط المكرمية القطن اخدت بالظبط 450 جرام، بالسير بالقاعدة بكل تفاصيلها. تمام، ده شكلها، شكل القاعدة من تحت. بصوا اشتغلت معاها البوك الصغير ده، البوك ده ليه فيديو بالتفصيل على القناة، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوه في اول تعليق.
نفس البطانه نفس الخيط. تمام، ده البوك بتاع الشنطه. تمام، اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم وان الشرح يكون سهل بالنسبه لكم. هستنى رايكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصله كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.